ودعاه أحد الفريسيين إلى الطعام عنده، فدخل بيت الفريسي وجلس إلى المائدة، وإذا بامرأة خاطئة كانت في المدينة، علمت أنه على المائدة في بيت الفريسي، فجاءت ومعها قارورة الطيب، ووقفت من خلف عند رجليه وهي تبكي، وجعلت تبل قدميه بالدموع وتمسحهما بشعر رأسها، وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه هذا الأمر قال في نفسه: لو كان هذا الرجل نبيا لعلم من هي المرأة التي تلمسه وما حالها، إنها خاطئة. فأجابه يسوع: يا سمعان، عندي ما أقوله لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لمديان مدينان، على أحدهما 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن بإمكانهما أن يفيا دينهما، فأعفاهما جميعا، فأيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجابه سمعان: أظنه ذاك الذي أعفاه من الأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك فما سكبت على قدمي ماء، وأما هي فبالدموع بلت قدمي وبشعرها مسحتهما. أنت ما قبلتني قبلة، وأما هي فلم تكف منذ دخلت عن تقبيل قدمي. أنت ما دهنت رأسي بزيت معطر، أما هي فبالطيب دهنت قدمي. فإذا قلت لك إن خطاياها الكثيرة غفرت لها، فلأنها أظهرت حبا كثيرا، وأما الذي يغفر له القليل فإنه يظهر حبا قليلا. ثم قال لها: غفرت لك خطاياك. فأخذ جلساؤه على الطعام يقولون في أنفسهم: من هذا حتى يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إيمانك خلصك، فاذهبي بسلام. حقا والأمان لجميعكم. بسهرة التوبة منبلش بآخر سؤال: من هذا حتى يغفر الخطايا؟ يلي بتقولوها عنا نحن الكهنة، من هذا حتى يغفر الخطايا؟ من هذا حتى أنا روح لعنده؟ هو بده مين يغفر له؟ كل هودي مظبوط، بده مين يغفر له؟ بس من هذا؟ بغير محال يسوع بيقول لهم: لكي تعلموا أن ابن الإنسان له السلطان أن يغفر الخطايا. فنحن منقول أنا مسيحي، أنا بحب يسوع، أنا بحفظ كلماته، وكلمات يسوع واضحين، بس قال لهم للرسل من بعد القيامة: خذوا الروح القدس، من غفرتم له خطاياه غفرت، ومن أمسكتم عليه أمسكت. من أنا؟ لست بشيء، وإنما أنا ككاهن رسول المسيح جايب لك هالرسالة اسمها رسالة الغفران، بدك تقبلها أو ما بدك تقبلها. نحن جايين نقول له نعم نحن نقبلها. شي تاني بهذا النص، شو منشوف؟ يسوع المحور، وإنما محور بين اثنين، بين ناس طالبين الغفران وبين ناس منتقدين، واثنيناتهم مع يسوع. الفريسي دعاه، عنده هيدي الصحبة هيئته معه أو بيعرفه، ويسوع دخل لقله. جاءت هذه المرأة يلي جاي من ورا، وإنما جاي صوب يسوع. كونه جاي صوب يسوع، شو حاملة معه؟ حملة معها خطاياها، حملة معها ماضيها، ومش جاي خايفة من عيون الناس بقدر ما عندها يسوع بالدق. وعلى طول المثل منقوله: ما بيعرف حاله وين رايح كل الطرق بتوفي بالغلط. ما بيعرف حاله إذا رايح لعند الرب بيحاول ياخد بلسم جروحات قلبه من 100 محل. وبهذا الإطار منشوف هالمرأة عارفة حالها وين رايح، اجت وتبكي. بكاءها شو بيعبر؟ عم بيعبر عن حالتها. بكاءها
تعبر عنه بدموعها، فكل مقاسيها عم تطلع لبرا، وبنعرف انه قديش دمعة المرأة سخية. هودي كله سوا مسحت له اجري فيهم، يعني كأن كل زيتة حزنة كل هودي هي حطته سكبتهم على اجري، كل زيتة موجودة اسا اكتر حطت كل انوثتها، بس بلشت مسح اجري يسوع بشعرها، فكلها سوا سكبت عنده كل شيء. شو عم يحكوا الناس؟ شو شايفين؟ شو كذا؟ ما انا شفيت. اوقات واحد عم يعمل عملية معينة ويمكن عم يصرخ من شدة الألم، بس ما حد بيهمه شو عم يصرخ، بيهمه وين بده يوصل وينشفى. الميل التاني، الأشخاص اللي عند يسوع عملوا انتقادين، أول صاروخ وجهوه لإله والصاروخ التاني وجهوه لإله. أول، لو كان هذا الرجل نبيا، أول ضرب أكله هو من مين؟ من الأشخاص اللي هو داعيهم. لهيك عين الانتقاد موجودة وعيشين هذا الانتقاد. لو كان هذا الرجل نبيا، يعني كأنه لسه أضرب من نبيا، يعني منه إني شايفينه لا إله ولا ابن الله ولا شايفينه أي شيء، هيدي الشغلة نزل هو من عينهم وقاعد شو معهم، لعلم من هذه المرأة وما هي حالها، إنها خاطئة. كمان الصاروخ الثاني شو حكموا عليه. وهيدي دينونة الإنسان، الإنسان بنصب حاله قاضي لربنا، محامي لربنا، وبدل على غيره. نحن على طول بنقول له أنت عم تدل يا أخي، هذا الإصبع اللي عم تدل فيه طلع بالإصبع الثاني وين جاي؟ صوبك يا أخي، بدل أوصفي بس هذا جاي صوبك. شوف أنت طلع على حالك. لهيك أباء الكنيسة شو بيقولوا؟ إذا كانت الوصية بتقول أحبب قريبك حبك لنفسك، نحن بنقول لك دن نفسك إدانتك لقريبك. بلش طلع من جوا. شغلتيني الحلو، قل يا معلم، ونحن هلأ بهيدي سارة بدنا نقول له قول يا يسوع، احكي يا يسوع، نحن بدنا نسمعك. قل يا معلم، يسوع بدي يقول عندي ما أقوله لك، كتاب بي جوزيف، بس إنه عندي ما أقوله لك. اليوم بدي يقول لي شي يسوع، مش معقول أنا اليوم اطلع مثل حيالله شي تاني. قديش نحن منقول عندي موعد مهم؟ ما في ناس بيقولوا موعد مهم؟ موعد مهم على اي اساس بيجي يعتبر مهم؟ بمن بدي اتلاقى فيه؟ اوكي، موعد مهم صار بالشخص بدي اتلاقى فيه. نحن عندنا موعد مع الله، وشو ما كانت اسباب وجودنا هون ومجيئنا هون، بدي اعرف في لقاء بيني وبين الله. كل واحد منا حامل براسه، بفكره، بقلبه، أوجاع، خطايا، هموم، إشي حلوة، إشي بشع، شو ما كان، هودي بدهم ينسكبوا اليوم عند الرب. في ناس بتيجي بتسألنا ليش الله وليش الله، من جوا روح اسأله يا أخي، ليش جاي تسألني؟ روح اسأله، احكي معه، قل له ليش. الله بده إنسان قدامه واقع يصرخ من شدة الألم، من تأثير نعمته المطهرة. ما بدنا نعيش إنسان متصنعين قدامه، بدنا نتغير، بدنا تكوينه كلمته، بدنا تكوينه رحمته، بدنا نوجع. بدي أقول له ليش، لأنه نحن مش حجار ولا نملكي، نحن قدامه. هيدي الإمرأة يلي إجت سكبت كل حالة، كل أوجاعها، بدنا نسكبن عنده. لهيك حلو بهذا الوقت نعمل هاي قراءتنا. اثنين، نعمل مصالحة مع زيتنا. وشو المصالحة؟ أوقات إذا بدي صالح اثنين مع بعضهم، بيجوا كل واحد واقف شو على سلاحه. أول واحد ما بيطلعوا بعيون بعضهم، أوكي، ما بيطلعوا بعيون بعضهم وما بيحكوا مع بعضهم. مع مين بيحكي؟ معي أنا شخص الثالث. إلا له هو حاضر وبعده شو غايب، يعني بعده شخص مقابله بس بعده عم بيكلمه بكلمة شو اللي هو بعد ما تصالح معه. شوي شوي الأمور بتصير أكتر تيصيروا يحكوا مع بعض. نحن أوقات عم نضل بيصير حلو يا رب يكون الإنسان منه خاطئ، حلو يا رب يكون الإنسان كذا، حلو، بس أنت شو بك؟ لهيك بدي إجي لعند ربنا وبدي صلي له خطيتي. في ناس بنقول له ما بيقدروا يطلعوا من خطيتهم، بنقول له صلوها، أنتوا عم تعملوها صلوها، عيشوها اليوم. هيدا السكب الزيت، هيدا اللي بدي يكون مع الرب. ابدا ما بدنا نكون شخصيات مصطنعه من الكتب، الف عايز قديسين معينين، او مثل ما نحن بنحب نكون. في شيء نحن بنحب نكونه، في شيء نحن هلا نسعى الى الكمال، نسعى الى الرحمه، نسعى كثير حلوين، بس هلا انت وين وضعك؟ لهيك على طول بنقول
بقلب المعركة شو بينطلب من شخص بينادي على الليسلكي بده مساعدة بيكون هو بالحرب، شو بيرد عليه بده يبعث له مساعدة؟ بيقول له حدد لي موقعك، انت وين؟ ده حتى اجي ده اجي سنده، بس انت وين؟ حدد لي موقعك. اليوم رب بده يطلب مني حدد لي موقعك، شو بدك؟ هو بيعرف شو بدنا. الأعمى بس اجى طلب منه كان بده يبصر، قال له انت ماذا تريد ان اصنع لك؟ عرف انه بده شو، بس بده اياه هو يعرف. فاليوم ربنا بده يقول لي حدد لي موقعك بهالمعمعة الموجودين فيها، بهالعجقة العالم، بهالكذا، بدي اعرف حدد موقعي. بس حدد موقعي كل دراسة حياتي، كل نعم حياتي، كل خطايا حياتي، شو بدي اعمل؟ بدي حطها هون. وبنتهي بالجملة بتقول غفر لها الكثير لانها احبت كثيرا. والاكثر بيختبر الحب من بعد الغفران، وبنختبر الغفران من بعد الحب، واثنيناتهم على بعضهم البعض. لهيك بيخبروا عن هيدي الامرأة انها يمكن تكون مريم المجدلية. اوكي، بتعرفوا الاناجيل ما حددوا مين، وصلوا لمحل معين، مين لقيوا عند اقدام الصليب؟ ثلاثة: مريم ام يسوع، مريم المجدلية، ويوحنا الحبيب. كلهم اختبروا محبة الله. مريم ما حدا حب يسوع اكثر من مريم، وما حدا حب مريم اكثر من يسوع. اثنين: التلميذ الذي احبه يسوع كان شايف هو حاله محبوب. الانجيل ما بيحدد لنا يوحنا، بيقول لنا التلميذ الذي احبه يسوع، وبالانجيل ذاته شو بيقول لنا؟ بس قال يسوع واحد منكم بده يسلمني. طلع في بطرس ليوحنا للتلميذ الذي احبه يسوع، سله من؟ فمال على صدر يسوع بيقول لنا الانجيل، وساله من يا معلم؟ هالميلة بيشوفوا فيه أباء الكنيسة، سمع دقات قلبه. لهيك نحن لا نطلب الألم، القديسين ما طلبوا الألم، القديسين طلبوا حب ربنا. واللي بحب بيتألم من أجل الحبيب، واللي بحب بيقدر يوصل على الصليب. ومريم المجدلية هالقد اختبرت حب الله من وراء الغفران، شفاها، جددها، طلعها من كل مقاسيها، لهيك قدرت وصلت وقدرت تحملت الألم. لهيك نحن بالمسيحية لا نطلب الألم ولا نطلب الأوجاع أبدا، هذا ضد إرادتنا الإنسانية. نحن منحب، ومن يحب يضحي. لهيك ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. فاليوم بنظرتنا قدام الرب هالشمس، نظرة الله الشمس، أوقات نطفي أو بيكون عنا البيت منضوي النور، بتلاقوا الغبرة عم تعمل هيك، نطفيهم بتروح الغبرة، الغبرة بعد، بس النور شو عمل فيها؟ بيّن إياه. نحن النور هلا ببين لك خطيئة، خطايا موجودة، بس بعجقة الحياة ما نشايفين شيء. هلا منوقف نور الله ببينها، وبيجي الاعتراف شو بيعمل؟ بيمسح المسحة الكلسة. رح أعمل المقدمية اللي بنعملها بكل اعتراف، أباء الكنيسة بيطلبوا هذا الشيء. كل مرة بتروح على تصلي بدك ترجع تذكر حالة بإشياء كتير. مع مين عم بحكي؟ مع الله. وين هو عم بحكي معه؟ فيه عم بحكي، هو بتذكر حالك فيه. فنحن بس بدنا نروح على الاعتراف، بدنا نعمل هيك الطلبة أو نقول المقدمة زيتها، بيقولوا بعترف بينه وبيني وبين الله. جواب شو بيقول؟ لكن عمد أولادك بينك وبين الله، قدس ببيتكم بينه وبينك وبين الله، اتعمد بينك وبين الله. لو تقول وين رايح سر الاعتراف؟ مثل ما المسيح عطى سر الإفخارستية بليلة ألامه، خذوا كلوا هذا هو جسدي، عطى سر الاعتراف بيوم قيامته، خذوا الروح القدس، من غفرتم له خطايا غفرت، ومن أمسكتم عليه أمسك. اثنين: أبونا، بتعرف لك شيخوري ختيار ما بيسمع ما بنعرفه قاعد بشي محل، روح اعترف عنده. ليه بدي أقولهم كلهم سوا؟ أول شيء أبونا سامع قد خطاياك على 3040 مرة، يمكن بس يجي واحد يعترف عنا بنقول له أنا هيك بعمل قصة أضرب منك. أوكي، رايح. لهيك بروح لعند بيقول يوحنا الذهبي الفم، اللي رايح على الاعتراف مش رايح على محكمة، رايح على مستشفى، مش رايحين تينحكم، رايح تيتطبب. فبدي روح، بس روح. بيقول القديس يوحنا الذهبي الفم كمان، المريض بس يروح لعند الطبيب ما بيخبي عنه جرح وبيكشف له جرح، لانه اذا خبى عنه جروحات معينه هو بده يضل شو يتالم. هي فرصه لنا، كل شيء كل شيء كل شيء ما نستحي من اي شيء، يمكن في امور نحن صغار يمكن مش مسؤولين عنها نقولها. هلا كونه عم نعترف ما فوت بالتفاصيل، كنت قاعده وعزمتني على الهديك وما عزمت لي ابني على الكذا، وقلت له هديك والدنيا، وقال لي جوزي ما تروحي، وبعدين راحت واخذنا موقف بالعائله، بعدين هي اجت لعنا وقلنا لها وخبريات ودني وخبريات، وبعدين انه اخبار اخي شيء، قلت ما بدي اعزمها، وبعدين زلمه اوكي ما بدروي. لا، بيقول له بس اجى داود النبي
وقال ارحمني يا الله. شو بيقول؟ خطيئتي امامي في كل حين، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، عددناهم كنا واضحين شو فيهم. هلا بنبرر حالنا، بنضل نبرر حالنا من هلا لا بكره، بس نكون شو باعترافنا واضحين. لانه بتعرف نحن بدنا نعترف مش ارشاد، الارشاد بنعطي ساعات ثلاثه اربعه، بس الاعتراف شو يعني من ما عليه لو قلناها، نكون عم نشيل خطيئتنا بس عم نعمل خطيئة لغيرنا. يمكن شوفنا هالقد طولنا وهالقد خبريات والدنيا، يصير هو عنده ردة فعل معي. لا، نكون عم نقول شو خطيئتنا. الأوقات في ناس بتحط حجة انه هني زيتون بدي ارجع اعملهم. ليش مثل واحد جاي من الشغل عرقان فوت اتحمم، لا بكرة عندي شغل كمان، ما عارفين حالة بدنا نتحمم تاني مرة، وبنرجع من منتحمم. كذلك الأمر بالاعتراف، نحن ما نعيشي ملايكة على الأرض. بيقول له بالكتاب المقدس البار يخطأ في النهار سبع مرات، بنهي بجملة أباء الكنيسة، بيقول أحدهم الشيطان بيشيل منك الخجل بس تعمل الخطية، وبيحط فيك الخجل بس تروح على الاعتراف. يوم نكسر الخجل ومنروح لعند ربنا لأنه ناطرنا بسر المصالحة.